صباح صحيت في يوم الصبح لقيت شخص بيهاجمها جدا في كل الصحف والمجلات والإذاعات عن الأغاني والانحلال اللي بتقدمهم صباح من وجهة نظره، فصباح طلبت تقابله. الشخص ده كان اسمه أحمد فراج، كان مذيع برنامج ديني شهير اسمه نور على نور. قابلته صباح ومن مقابلة واحدة بس خرجوا متفقين مش على إنه يبطل يهاجمها، دول خرجوا متفقين على الجواز وطلب إيديها، واتجوزت صباح من أحمد فراج، وكان الجواز صدمة للجميع. مش دي اللي انت كنت بتشتم فيها وبتهاجمها؟ ايه اللي حصل بقى؟ والمشكلة مش في كده، دي صباح كمان أقنعت أحمد فراج بالتمثيل، وبالفعل مثل معاها فيلم ثلاث رجال وامرأة واللي أخرجه حلمي حليم. بس هو ما كانش حابب التمثيل وما كانش عايز يكرر التجربة تاني، وقال أنا ما لقيتش نفسي في السينما، أنا حابب أكتر أكون مذيع برنامج نور على نور. وغنت له صباح وقتها أغنية الحلو ليه تقلان قوي، بس وقتها الناس اتفاجئت بحاجة تانية خالص غير اللي حصل. وبعد فترة صباح طلقت نفسها منه، لأن ببساطة العصمة كانت في إيديها. مستنين تعليقاتكم واستنونا في حكايات جاية كتير محدش يعرف عنها حاجة في نجوم الفن. إعداد وتقديم سالي حمدي.